افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان قاعة 22 من مايو بجامعة تعز بعد إعادة ترميمها وعودتها لاستقبال المؤتمرات والمحاضرات وطلاب الجامعة. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته زميلنا عائم خالد. دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور رياض العقاب ومسؤول مؤسسة معكم التنموية الدكتور عبد الحميد اليوسفي افتتاح مشروع تحسين البنية التحتية والتعليمية في جامعة تعز، والذي يتضمن ترميم وتجهيز وتأثيث قاعة 22 مايو. قاد هذا المشروع بتنفيذ من مؤسسة معكم التنموية وبتمويل من مؤسسة الكريمي التنموية. بسعادة بالغة تم اليوم تدشين قاعة 22 مايو بجامعة تعز، وهي الصرح الأكبر الذي تضرر من أثر الحرب، وكانت يعني تقريبا بالكامل محروقة ومدمرة. تم إصلاحها وهي الآن جاهزة تماما لاستقبال المؤتمرات العلمية وأيضا اللقاءات الرسمية. خلال الأيام القادمة سوف يكون فيها المؤتمر الطبي لأمراض القلب. بهذه المناسبة نستطيع نقول بأنه جامعة تعز يعني استكملت تماما بنيتها التي تضررت من آثار الحرب خلال الفترة الماضية. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى التعليم في تعز وتحسين التزام الجهات المعنية بتعزيز القدرات التعليمية وتوفير الموارد اللازمة للطلاب. نفتتح في هذا اليوم البهيج مشروع تحسين البنية التحتية والتعليمية بجامعة تعز من خلال تأهيل قاعة 22 من مايو، حيث تم أعمال الترميم الشامل والتأثيث والصيانة لكامل هذه القاعة مع قاعة التحكم بالصوتيات. هذه القاعة ستحتضن الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تخدم المجتمع اليمني، وستسهم في كونها بيئة مساعدة في إحداث نقلات نوعية تنموية في شتى المجالات. قاعة أصابها الدمار من ميليشيا الانقلاب في جامعة تعز، ولكن اليوم تبدأ كحلة جديدة بترميم وتجهيز وتأثيث قاعة 22 مايو من مؤسسة معكم. هذا هو العمل الإنمائي الحقيقي الذي تتهجه الآن مؤسساتنا في محافظة تعز. نعيم خالد، لقناة عدن الفضائية تعز.